خبر اخير قبل ما اختم، وللاسف يمكن خبر محزن لسه ما عنديش كل تفاصيله، اصابه والتر بواليا المهاجم الكونغولي في مران الاهلي. الاصابه حتى الان التشخيص المبدئي كدمه في وجه القدم خلال التقسيمه الرئيسيه اللي اقيمت اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره. خلال الفتره القادمه او خلال ال 24 ساعه اللي جايه هيتحدد البرنامج التاهيلي ومده علاج اللاعب. نتمنى يا رب باذن الله ما تكونش فيها مده طويله وتكون اصابه بسيطه، حتى لو مباراه سيمبا مش هيلحقها لسه عندنا مباريات واستحقاقات قادمه خلال الفتره اللي جايه يلحق فيها والتر بواليا المشاركه فيها مع النادي الاهلي، لكل لاعب داخل صفوف الفريق محتاجينه الفتره اللي جايه، لان لسه المشوار المحلي والافريقي ما خلصش، والمشوار اللي جاي اهم واقوى بالنسبة للقلعة الحمراء.